مرحبا، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأربعاء 2 نيسان، بيروت العاصمة الأحب على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفية للعهد ومستمرة مع رؤية الرئيس سعد الحريري. معرض فني من تنظيم سيزوبيل لأكثر من 50 طفل مصابين بالتوحد وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم هن الدكتورة رنا حجي، مرشحة لمنصب مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، وما عم نحكي عن برنامج عملها لهالمركز، والمهندس جاد الخوري والمخرج محمد ماضي، ومعهم منضوي على معرض كونكشن يلي رح ينطلق بكرة الخميس بالمركز الثقافي الفرنسي. هيدا ملخص عن الحلقة، ومثل العادة أول محطة بتكون اتصال مع مصلحة الأرصاد الجوية. معنا مدام منى عمر العزي على الخط. مرحبا. أهلا، صباح كيفك مدام؟ ماشي الحال الحمد لله، كيفكن أنتم؟ نحن منيح. امبارح ما بعرف قديش كانت منتظرة أو متوقعة هالأمطار يلي شهدتها بعض مناطق، لأنه كانت أمطار بما للكلمة من معنى يعني. لا كانت متوقعة وذكرناها يعني، كنا على اساس رح نشوف امطار بالمناطق الداخلية، ما كنا فاكرين انه على الساحل رح تشتي. هي اكثر شيء بالمناطق الداخلية كانت يعني. اوكي، هلا اليوم كفي كمان هيك يعني، ونحن بعدنا تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة. نعم. اليوم رح يكون غائم جزئيا ريح ناشطة خاصة صوب الجنوب، ما في تغيير بدرجات الحرارة، في عنا غبرة بيؤدي هالشيء لانخفاض بالرؤية. كمان في عنا امطار بعد الظهر بشكل متفرق خاصة بالداخل، كمان نعم. برفقة برق ورعد، وبكرة كمان درجة الحرارة بتبقى عالية، كمان في عنا احتمال الأمطار متفرقة. أوكي. الجمعة كمان غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة وأمطار متفرقة بدءا من بعد الظهر. الحرارات اليوم على الساحل رح تكون بين 19 و 34، على المرتفعات من 18 ل 29. ورح توصل لل 34؟ ايه، هي ودجا وصلت هي اصلا امبارح لل 34، واليوم رح تبقى هيك وبكره كمان. اوكي، بس اليوم بتنحسر الامطار وبكره نفس درجه الحراره؟ ما قلنا بتنحسر اليوم الامطار، اليوم كفايه. انا هيك متمنيه بركي. انت متمنيه اليوم كفايه، بس انه على اساس خلص اليوم وخلص. عم نقول خاصه بالبقاع يعني التركيز اكثر. أوكي. شيء طيب اي متى بتنحسر الامطار؟ ليكي هلا على ثلاث ايام بعدنا نفس الشيء، بعدنا نفس الشيء تقريبا، كل يوم في عنا احتمال امطار خاصه صوب المناطق الداخليه يعني. طيب. على ثلاث ايام. كمان الرياح باقيه مثل ما هي، شرقيه لجنوبيه شرقيه، سرعتها بين 10 و45 كيلومتر. نعم. رطوبه بين 20 و65%، البحر معتدل وحراره المي 23. اوكي اوكي، شكرا لك مدام، نحكيكم اكيد بكره. اوكي، هلا رح منتابع مباشرة مع المحطات والأخبار الثقافية اللي نحن بانتظارها بالأيام القليلة المقبلة، ورح نبدأ مع عرض لفيلم كفر نحوم. هالفيلم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، ومن أسبوعين تقريبا الكل صار عندهم خبر أنه مرشح للمسابقة الرسمية بمهرجان كان، وخلال هالمسابقة رح يتم عرضه نهار الخميس 17 أيار الساعة 7:30 المساء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بإطار المسابقة الرسمية. طبعا نحن بدنا نوجه تحية لكل فريق العمل وللمخرجة نادين لبكي اللي عم نشوفها هلا مع فريق العمل لما تلقت خبر ترشيح الفيلم للمسابقة الرسمية. ترجع تنعلن النتائج بالايام القليله المقبله، وكل التوفيق للفيلم. بدءا من 15 ايار وعلى مدى 3 اسابيع بتخصص حلقات متروفون تحيه للممثل والمغني جوزيف صقر مع رفيق عمره سامي حواط بريبرتوار مثل يا نور عينيا، الحاله تعباني وغيرها. المحطات الثلاثه هن 15 22 و29 ايار 9:30 المساء مترو المدينه بالحمراء. عمرك نشطة وحركي، بتحبي رقص الدبكي، بدي اتعلم دبكي، تقشبه بداي بداي علي انا.
منتابع مع أخبارنا. من بعد ما قدمت حفلات للفنانة وردة الجزائرية، بترجع الفنانة رنين شعار إلى مترو المدينة بأمسية رح تحمل عنوان كده الليالي. رح بتقدم خلالها مجموعة من أغاني فنانين سوريين اشتهرت بالثمانينات والتسعينات، وموعد الحفلة الجمعة 11 أيار 9:30 المساء مسرح مترو المدينة بالحمرة. ومن بين رح نسمع، فإذا شو عم نسمع؟ فإذا كنا عم نسمع من الفنانة رنين شعار أغنية لونوات للفنان السوري جورج وصوف، وغيرها من الأغاني رح بتكون موجودة. رح أرجع أذكر بموعد الأمسية نهار الجمعة 11 شهر على مسرح مترو المدينة بالحمرة. هلأ فاصل ومنرجع من بعده منتابع باقي المحطات الفنية والثقافية. خليكن معنا.